اللعب بالوقت غير مفيد. اللعب في الوقت لست أنت من تقرره أيها الأمين العام، بل هناك دولة بكل مقوماتها هي من تقود عملية التفاوض على الحدود البحرية أو في أي ملف يتعلق بها. ومجددا كذب نصر الله على بيئته وعلى اللبنانيين حين قال في إحدى إطلالاته أن موضوع ترسيم الحدود هو من اختصاص الدولة ولن يتدخل به، لكنه سرب مقطع الفيديو بتوقيت يترافق وزيارة الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى لبنان. هوكستين الذي يحمل في جعبته الكثير من الإيجابية تجلت باجتماعه بالرؤساء الثلاثة، والذي خرج منه المجتمعون متفائلين بجو اللقاء. فما الرسالة التي يسعى الحزب إيصالها إلى الحلفاء قبل الخصوم؟ يعني بكل صراحة هيدا الفريق اختصاصي تنغيص على الدولة اللبنانية بكل مناسباتها. بعدين وقت اللي بيقول انه نحنا ما قلنا خصة، يعني بيطل السيد حسن لقلنا انه نحنا ما خصنا بالتفاوض، وهي عملية تفاوض نحنا مش معنيين فيها، وبالاخر بنشوف بنوافق. اللي بده يحكي الحكي ما بيبعت مسيرات، اللي بيبعت مسيرات عم بيقول انا معني وانا بقرر، وهودي اللي عم بيفاوضوا هني بيشتغلوا عندي. بمجرد ما تشوف الوسيط عم بيزور طرف واحد بإسرائيل وعم بيزور مجموعة أطراف بلبنان، فإذا هيدا الحزب بيعتبر هودي المجموعة دمى والقرار عنده، وإلا ما كان بيخلي الوسيط الأمريكي يفاوض مع الكل. وبالآخر هو بيقول إنه هو الأمر لي وأنا صاحب الأمر وأنا بشيل وأنا بحط وأنا بقرر إذا بقصف أو ما بقصف. هيدي إزدواجية تعودنا عليها، صرنا نعرفها كتير منيح. من جهته علق وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب على الفيديو قائلا لا يوجد مشكلة مع المقاومة، إلا أن القرار حول الترسيم هو قرار الحكومة اللبنانية. وأشار إلى أن فيديو المسيرات عن إحداثيات منصات استخراج الغاز لا يمثل موقف لبنان. أما الوسيط الأمريكي فاعتبر أن الأمر لا يفيد المفاوضات لأنه سيؤدي إلى تصلب الموقف الإسرائيلي. بصراحة أنا كمراقب لبناني بصدق هوكشتاين أكثر ما بصدق أي مسؤول لبناني عم يحكي، إن كان إيراني أو لبناني. أكيد هوكشتاين أصدق منه، يعني حكما معه حق وبيعرف شو عم يحكي. دائما وقت اللي بيكون في مناسبات وطنيه بيطل هيدا الفريق ليقول لك انه الامر لي مش الامر للسلطات يلي هي رسميه. يعني امبارح عمل هيدي الدوريه المشبوهه حتى يستبق عيد الجيش، ومن سنتين بنفس الخبريه كان في عيد الاستقلال عمل قبلها تحرك. الفريق الاخر لما عم نحكي عن فريق ايران بلبنان المباشر هو الفريق المستفيد من الفوضى، المستفيد من الفقر، المستفيد من الجوع، لانه كل ما تتحلى الاسس الدوله بيكون هو عم يعمل دويلته، عم يعمل دويله الفقيه يلي هو بيحلم فيها وعم بينادي من اجله. اذا كل الاجواء تشير الى ان ترسيم الحدود اصبح قريب اكثر من اي وقت مضى، وفي حال تعثره فان حزب الله هو الوحيد الذي يتحمل مسؤوليه ما ستؤول اليه الاوضاع. We'll be right back.